إدارة التربية والتعليم والتعليم الفني. حلقتنا النهاردة مخصصة لطلبة الصف الثالث تريكو إلي. هنكمل مع بعض مادة بدأناها قبل كده، مادة حاسين إن هي دايما قلقانة مش مطمنين من ناحيتها، هي مادة المقايسات والتكاليف. طيب عايزين نفتكر مع بعض كده اللي احنا خدناه في الحلقات السابقة كان ايه. بدأنا بالباب الأول اللي هو إيجاد المجهول، وعرفنا ازاي بنجيب العرض، ازاي بنجيب الطول الغرزة، ازاي بنجيب الجوج، ازاي بنجيب عدد أسطر، ازاي بجيب طول غرزة. كل ده عن طريق مجموعة من القوانين محفوظة بالنسبة لي وثابتة، وحسب البيان اللي هو بيدوني في المسألة ببدأ أعوض وأشتغل. طيب وخدنا إيه كمان؟ خدنا الباب الثاني، بدأنا بيه زمن التشغيل وعرفنا إيه القوانين بتاعته، وبعد زمن التشغيل على طول كملنا تكاليف الإنتاج على الماكينات المستصيلة. عندنا المكنة بتاعتنا، المكنة المستصيلة دي عليها تكاليف إنتاج. تكاليف الإنتاج بتاعتي ديت عبارة عن بنجيب بيها ثمن بيع المنتج بعد إضافة الأرباح. طيب نبدأ مع بعض ونكمل النهاردة الباب الثالث اللي هو كيفية إيجاد تكاليف الإنتاج على الماكينات المستديرة. تمام، هي زي المكنة المستصيلة بالظبط. طب إيه وجه الاختلاف ما بينها، أو إيه الفرق ما بين المستصيلة والمستديرة؟ طبعا هو شكل المكنة. المكنة عندي المستصيلة بيبقى قضيب الإبر بتاعها مستصيل، وبالتالي في الحالة دي بيبقى عندي فيها عرض وليها جوج. اما المكنه المستديره ما بيبقاش ليها عرض، لان هي مكنه مستديره يعني السلندر بتاعها بيبقى دائري، بيبقى ليها قطر او عدد ابر شغاله. يبقى هو ده بس الفرق الوحيد ما بيننا وما بين المكنه المستصيله، ولكن بقيه التكاليف هتبقى زي ما هي ما فيهاش اي تغيير. يبقى انا عندي تكاليف الانتاج زي ما هي ما فيهاش اي تغيير، الفرق ما بينها وما بين المكنه المستصيله هي بس عندي ايجاد الوزن. كمان بيبقى عندي في المكنة المستديرة مغذيات، 8 مغذيات، 10 مغذيات، 12 مغذي. عدد المغذيات اللي عندي اهم حاجة انها تكون شغالة كلها، لان انا بضيفها في القانون بتاعي، لان احنا عارفين طبعا كل مغذي بيعمل لي سطر. يعني لو انا قلت 10 مغذيات يبقى انا عندي 10 سطور في لفة واحدة، لفة المكنة الواحدة بتعمل لي عدد سطور بعدد المغذيات اللي عندي. ولازم كمان اعرف سرعة المكنة بتاعتي، لازم يكون مديهالي هل هي بالدقيقة ولا بالساعة. وهنلاقي هنا في مسائل المكنة المستديرة أحيانا كتيرة جدا بيجيب لي السرعة بالساعة، وبالتالي في الحالة دي أنا ما بحتاجش إن أنا أجيب أضرب في 60، لأن هي أوريدي بتبقى معايا بالساعة. طيب نبدأ مع بعض بقى بابنا الجديد النهاردة ونشوف هنعمل فيه إيه. أي نبدأ تكاليف الإنتاج على الماكينات المستديرة. اول مثال عندي هنا، لما باجي اعرف ايه هي القوانين اللي عندي اللي انا بحتاجها، عندي الانتاج اليومي بالمتر. الانتاج اليومي بالمتر بيبقى عباره عن ايه؟ السرعه لكل دقيقه في 60 في عدد ساعات العمل، وضفنا هنا عدد المغذيات. طب ليه انا ما حطيتش عدد الماكينات؟ لان دايما في المكنه المستديره بيبقى عدد الماكينات واحد، لكن انا ضفت هنا عدد المغذيات على عدد أسطر السنتي في 100. يبقى ده أول قانون عندي عشان أجيب الإنتاج اليومي بالمتر. اختلف بس في المعنى المكنة المستطيلة في إن أنا هنا حطيت عدد المغذيات. نكمل مع بعض. القانون الثاني هو قانون الوزن بالرطل. كنا دايما في المكنة المستطيلة بنقول العرض بالسنتي في 2/5 في الجوج في عدد الأوجه في طول الغرزة. هشيل هنا العرض بالسنتي لان انا عندي دي مكنه مستديره ملهاش عرض، يبقى هشيل العرض بالسنتي في 2/5 في الجوج في عدد الاوجه واحط عدد الابر الشغاله. يبقى انا كده لازم في المساله هيبقى مديني يا اما عدد ابر شغاله يا اما مديني قطر، ومن القطر ده انا هقدر اطلع عدد الابر الشغاله. يبقى عدد الابر الشغاله في طول الغرزه في عدد اسطر السنتي في طول القماش بالسنتي على 100 في 35/32 عشان احول الطول بتاعي من متر الى ياردة، وتحت نمرة الخيط والطول الثابت. يبقى انا كده جبت الوزن بالرطل. نكمل مع بعض ونبدأ تمرين. التمرين ده يعتبر ان احنا اتفقنا يا شباب ان احنا من البداية كل تمارين الكتاب مهمة بالنسبة لنا، لان احنا اتفقنا ان الكتاب بتاعنا مليء بالافكار. يبقى احنا لو تمكنا من حل جميع افكار الكتاب سواء كانت مسائل محلولة او غير محلولة، يبقى سهل قوي ان انا ادخل الامتحان وانا مطمنة جدا. ليه؟ لان انا عندي هنا كل الامتحان بيجيلي من اسئلة الكتاب، من افكارها، ما بيبعدش بعيد.
يبقى انا كده عشان ابقى حاطه الامتحان في ايدي وضامنه وداخله ومرتاحه يبقى لازم احل كل مسائل الكتاب. وعشان كده لما بدانا مع بعض حلقات المقايسات بقيت احدد لكم رقم التمرين اللي احنا شغالين فيه ورقم الصفحه عشان تبقوا متواصلين فيه، يبقى قدامك التمرين وتعيدوا حله تاني بعد ما تشوفي الحلقه، تبداي تعيدي الحل تاني عشان تشوفي ايه نقط الضعف عندك اللي وقعت منك وبتبداي تعيديها تاني. لو احنا حلينا تمارين الكتاب كله سواء كانت التمارين المحلوله او الغير محلوله احنا كده ضمننا الامتحان المقايسات وال 60 درجه في ايدينا. طيب نشوف التمرين دوت بيقول لنا ايه. التمرين ده موجود عندي رقم 2 صفحه 83، بيقول لي ايه؟ ماكينه مستديره سرعتها 3600 سطر لكل ساعه. هنا كنا ناخد بالنا هو هنا السرعه اداني السرعه بايه؟ بالساعه وليس الدقيقه. وتعمل 8 ساعات يوميا ومثبت بها 1200 ابره. ما ادانيش بقى عرض وجوج لان هو هنا اداني عدد الابر الشغاله. وبها 10 مغذيات، بدل ما قاليش جزء منها شغال وجزء غير شغال فانا بعتبر ان كل المغذيات شغاله. وبها 10 مغذيات وعدد اسطر السنتي 8، مشوار الابره 5/10 سنتي. يعني ايه مشوار الابره؟ يعني طول الغرزه. من خيط قطن رقم 30 قطن، الخيط رقم 30 قطن، يعني نوع الخامه بتاعتي قطن، يبقى طبيعي هجيب فيها وزن برطل. ثمن الرطل منه 24 جنيه. استهلاك اللف 12%، استهلاك اللف 12%. نكمل المساله بتاعتنا. مديني هنا الاجور، طبعا الاجور بقى احنا خلاص اتعودنا عليها من المكنه المستطيله. بيقول لي أجرة التدوير جنيه للرطل، يعني كل رطل بيتدور بجنيه. أجرة العامل في الساعة 4 جنيه، يعني كل العامل بيشتغل في الساعة كل ساعة بياخد 4 جنيه. وزن البلوزة بعد التفصيل 8/10 رطل، واستهلاك القص 2/10. طب نقف بقى عند النقطة دي حتة كده ونحاول نوضح يعني إيه وزن بلوزة بعد القص. وزن البلوزة بعد القص معناها ان بعد ما اتقصت واتعمل لها حردات حطيناها على الميزان طلعت 8/10. طب والاستهلاك اللي احنا شلناه منها اللي قصيناه الحردات دي كان قد مقدارها قد ايه؟ 2/10 رطل. يبقى انا لو حبيت ارجع البلوزه قماش تاني هجمع 8/10 زائد 2/10، يبقى انا كده طلعت وزن البلوزه قماش. اجره القص عندي 3 جنيه للبلوزه وعايز ربح لكل بلوزه 8.85 جنيه، يعني هو عايز كل بلوزه يربح فيها المبلغ ده. تمام. المطلوب بقى طلب مني اول حاجه ايه؟ وزن الخيط المستخدم وتمنه. وزن الخيط المستخدم وتمنه. 2 عدد البلوزات، عدد البلوزات لان هنا ما ادانيش عدد البلوزات. جمله التكاليف وثمن بيع البلوزه وطبعا بعد اضافه الربح المبلغ اللي هو قايل لي عليه. طيب يبقى اول خطوه عندي هنا في الحل هكتب قانون الوزن بالرطل، واحنا اتفقنا ان دايما كل قوانيني اجي لازم اكتبها قبل ما اعوض لان انا عندي القوانين دي عليها درجات. طيب يبقى القانون الاولاني بيقول الوزن بالرطل يساوي عدد الابر الشغاله في طول الغرزه في سرعة الماكينة في عدد المغذيات، اللي طبعا لان انا ما عنديش هنا طول قماش، في عدد ساعات العمل في 35/32 عشان احول المتر الى ياردة، بقسم تحت على 100 ونمرة الخيط والطول الثابت. يبقى انا كده كتبت القانون الخاص بالوزن بالرطل. طب ولو انا كان عندي طول قماش كنت هبعد طول الغرزة، هكتب في عدد اسطر السنتي في طول القماش بالسنتي على 100 في 35/32 وتحت نمرة الخيط والطول الثابت. طيب نعوض مع بعض بقى، هنشيل كل كلمة ونحط رقمها اللي في المسألة. قال لي أول حاجة عدد الإبر 1200 إبرة، يبقى شلت عدد الإبر حطيت 1200 في 5/10 اللي هو طول الغرزة. طب وإيه 3600 دي السرعة؟ بس لأنها بالساعة فما ضربتش في 60، في 10 في 8 اللي هي عدد المغذيات وعدد الأسطر في 35/32 وعلى 100 عشان أحول لمتر ومن متر إلى ياردة، ونمرة الخيط 30 تحت ونوعها قطن يبقى 840. طب إيه 112 على 100 اللي احنا ضفناها دي في الآخر؟ أيوة دي الاستهلاك، استهلاك لف الخيط بتاعي.
طلع لي قد ايه؟ طلع لي 84 رطل. يبقى انا كل اللي عملته ان انا كتبت القانون. بس ناخد بالنا من نقطه مهمه قوي هنا، ان هو هنا اداني السرعه بايه؟ اداني السرعه بالساعه، فما حطيتش ال60. ليه ما حطيتش ال60؟ لان ال60 دي انا بنزلها لو انا معايا السرعه بالدقيقه، وضربت في 112 على 100 علشان خاطر ده استهلاك. يبقى اللي انا جبته ده وزن خيط. بس ناخد بالنا بقى ونفتكر ان انا قلت لك وزن البلوزه كام؟ قلت لكم 8 من 10، وجمعنا عليها الاتنين من 10 عشان ارجعها قماش، طلعتها 1 رطل. يبقى انا عشان اول حاجه جبت الوزن بتاعي، عوضت في القانون، طلعته 84 رطل. طب نكمل. جبت 84 رطل والرطل ب 24 جنيه، يبقى ثمن الخامات عندي 84 في 24 طلع لي 2016 جنيه. واحنا اتفقنا من الحلقه اللي فاتت لما كنا بنجيب تكاليف الانتاج على المكنه المستطيله، كل رقم يطلع لي بالجنيه هرقمه. انا هنا طلعت اول حاجه بالجنيه فقلت عليها دي رقم 1. طيب المطلوب الثاني كان عايز مني عدد البلوزات. طب احنا اتفقنا من الحلقه اللي فاتت ان انا عندي قانونين لايجاد عدد البلوزات، يا اما الطول الكلي على طول البلوزه، يا اما الوزن الكلي على وزن البلوزه. يا اما الطول الكلي على طول البلوزه، يا اما الوزن الكلي على وزن البلوزه، حسب المعطيات اللي هو في مدهاني في المساله. يعني لو مديني طول البلوزه يبقى انا هستخدم القانون الاولاني، لو مديني وزن البلوزه يبقى انا هستخدم القانون الثاني. طيب نسترجع مع بعض المساله كده، هنلاقي نفسنا افتكرنا ان هو هنا مديني ايه؟ مديني وزن البلوزه الواحده اللي هي قال لي 8 من 10 و2 من 10 استهلاك. تمام، يبقى انا هنا هجيب له وزن البلوزه. يبقى وزن البلوزه قماش هتساوي 8 من 10 زائد 2 من 10 هتساوي 1 رطل. يبقى انا كده جبت وزن البلوزه قماش. طيب نقف بقى دقيقه عند الحته دي عشان نوضح حاجه مهمه قوي. انا عشان اجيب عدد البلوزات لازم يبقى اللي فوق زي اللي تحت، يبقى اللي فوق وزن واللي تحت وزن، يا اما اللي فوق طول واللي تحت طول. احنا جبنا هنا دلوقتي الطول بتاعي طول البلوزه قماش، طول البلوزه قماش، لكن عندي الوزن خيط. طب هل ينفع ان انا اقول الوزن كله خيط على وزن البلوزه قماش عشان اجيب عدد البلوزات؟ طبعا ما ينفعش، يبقى انا كده شغاله غلط. يبقى انا في الحاله دي بشيل الاستهلاك، بكتب نفس قانون الوزن ولكن بدون استهلاك. يبقى انا عندي لما ابقى عايزه اجيب عدد بلوزات يبقى انا بقسم قماش على قماش. طب وزن القماش ده ايه الفرق ما بينه وما بين الوزن بالرطل للخيط؟ هو نسبه الاستهلاك. وزن الخيط بنضيف عليه الاستهلاك، اما وزن القماش بيبقى بدون استهلاك. يبقى انا هعوض نفس القانون تاني ولكن هشيل ال 112 على 100 عشان يطلع لي الوزن بالرطل قماش. طب انا بستخدم الوزن القماش ده في ايه؟ انا ما بستخدموش الا في حاجه واحده بس، هو ايجاد عدد القطع او عدد البلوزات. لكن وزن الخيط انا بجيب له الثمن وبجيب له اجره التدوير، لان انا بروح اشتري بشتري خيط ما بشتريش قماش. يبقى علشان كده اي اجور بتتشتغل على الخيط، لكن وزن القماش ده انا ما بستخدموش الا مره واحده بس عشان اجيب منه عدد البلوزات او عدد الفساتين او عدد القطع. يا ريت ناخد بالنا قوي، لان هي دي تكات صغيره في المقيسات اللي بتوقع طلبه كتير عندنا في الامتحان. طب نبص مع بعض كده احنا عملنا ايه في المساله. عوضنا نفس التعويض بالظبط لكن شلت ال 112 على 100. في الحاله دي طلع لي ايه؟ طلع لي اقل اللي هو 75 رطل، المره الاولانيه طلع لي 84. طبيعي انا عندي 84 رطل لما اشغلهم واعملهم قماش مش هيطلعوا لي 84، لازم هيطلعوا اقل، فطلعوا لي 75 رطل. ولو نبص فوق شويه عندي وزن البلوزه قد ايه؟ 1 رطل. يبقى انا عندي هنا عدد البلوزات هيبقى الوزن الكلي قماش على وزن البلوزه. وزن الكل قماش طلعناه 75 موجود عندي تحت اهو، ووزن البلوزه احنا جبناه فوق في اول خطوه عندي اهو اللي هي 8 من 10 جمعنا عليها 2 من 10 طلعت لي 1 رطل. يبقى انا كده جبت وزن البلوزه قماش ووزن القماش بتاعي للكميه كلها. نكمل مع بعض ونشوف هنجيب عدد البلوزات ازاي. يبقى عدد البلوزات هتساوي 75 رطل اللي هو الوزن الكل قماش على 1 اللي هو وزن البلوزه قماش، هيطلع لي 75 بلوزه. يبقى انا هنا نسترجع كده بسرعه اللي احنا جبناه، جبت وزن خيط للكميه كلها عن طريق ان انا ضفت الاستهلاك، جبت له الثمن ورقمته برقم 1،
وبعد كده جبت وزن البلوزه قماش وعدد البلوزات. نكمل عندنا اجره التدوير. قال لي اجره التدوير ايه؟ 1 جنيه للرطل. طب انا عندي هنا رطلين، عندي رطل الخيط ورطل القماش، هاخد انهي نوع؟ تمام، هاخد الخيط. انا قلت انا بستخدمش وزن القماش نهائي الا في حاله واحده بس، هي عشان اجيب عدد القطع. يبقى اجره التدوير هتساوي 84 في 1 هتساوي 84 جنيه، ودي هتبقى معايا رقم 2. طب ليه احنا كتبنا عليها 2؟ عشان الرقم بتاعي طلع لي بالجنيه. طيب عندي قال لي اجر العامل في الساعه 4 جنيه. طب هو العامل ده هيشتغل كام ساعه؟ هيشتغل 8 ساعات. يبقى اجر العامل في اليوم 4 في 8 ب 32 جنيه، دي رقم 3. عندي بعد كده اجره القص والتفصيل. قال لي البلوزه الواحده 3 جنيه. طب انا عندي كام بلوزه؟ عندي 75 بلوزه. يبقى 75 في 3، طلعت الاجر بتاعي طلع لي 225 جنيه، وبرده رقمناه برقم 4. يبقى انا كده طلعت اول حاجه وزن الخامات وتمنها رقمتها بواحد، وبعد كده بدات اجيب الاجور واحده واحده. اول حاجه جبت اجره تدوير الرطل، وفي الحاله دي خدت الوزن بالرطل وكتبت عليها رقم 2. بعد كده قال لي اجره تشغيل العامل بياخد في الساعه 4 جنيه وهو هيشتغل 8 ساعات، يبقى 4 في 8، يبقى انا كده جبت له اجر العامل او اجره التشغيل، ودي رقم 3. بعد كده قال لي اجره البلوزه او اجره تفصيل البلوزه، ومديني بعد الرقم بتاعي وضربتها وطلعت المبلغ ورقمته برده برقم 4. بقى عندي رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4. دي عندي كلها عباره عن ايه؟ اجور. يبقى انا عشان اجيب جمله التكاليف ببدا اجمع من اول رقم 1. طيب نجمع مع بعض كده ونشوف. يبقى من اول رقم 1 2016 ده كان تمن الخيط بتاعي زائد 84 اللي هي اجره التدوير بتاعتي زائد ال 32 اللي هي اجره العامل واجره التفصيل اللي طلعت لي 225، طلعت لي 2357 جنيه، ودي كده جمله التكاليف. يبقى انا كده جبت جمله التكاليف. طب هو اللي ايه اللي عايزه بعد كده؟ طب هو قال لي عايز نسبه ربح معينه، محدد لي عايز لكل بلوزه يكسب 8 وكسور. يبقى انا في الحاله دي لازم اجيب تكلفه البلوزه. طب هجيب تكلفه البلوزه ازاي؟ خدنا برضو القانون ده قبل كده في الحلقه اللي فاتت، وقلنا التكلفه بتساوي جمله التكاليف على عدد القطع. جمله التكاليف على عدد القطع. انا هنا جبت جمله التكاليف وجايب عدد القطع اللي هي 75، لو قسمتهم على بعض هطلع تكلفة القطعة، وبعد كده هضيف نسبة الربح بتاعتي. طب نشوفها مع بعض كده هنعمل فيها ايه؟ اهي. ادي تكلفة البلوزة اللي هي جملة التكاليف على عدد القطع، ده قانون. طب انا عندي جملة التكاليف طلعناها 2357 جنيه، وعدد القطع عندي كام؟ عدد القطع عندي 75 قطعة، طلعت لي 31 جنيه و42 من 100. يبقى أنا كده جبت تكلفة القطعة. طب هو عايز يكسب لكل قطعة 8 جنيه 85 قرش أو 85 من 100، يبقى هيساوي إيه؟ يبقى ثمن بيع القطعة بعد إضافة المكسب. يبقى 31 و42 من 100 زائد 8 85 من 100 طلعت لي 40 جنيه. يبقى انا هنا تكلفة القطعة وتمن بيعها بعد اضافة الارباح طلع لي 40 جنيه. دي كانت اول مسألة عندنا في المكنة المستديرة. طبعا لو احنا فهمنا المكنة المستطيلة كويس هلاقيها ما تفرقش كتير عن المكنة المستديرة. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ احنا قلناه في اول حلقتنا. الفرق ان انا بجيب عدد الابر الشغالة، هو غالبا بيبقى مديهالي، بدل ما بحط العرض في 2/5 في الجوش في عدد الاوجه، في الحالة دي بحط عدد الابر الشغاله لان المكنه عندي مكنه مستديره. وايه كمان؟ بضيف عدد المغذيات لان انا عندي المكنه المستديره لها عدد مغذيات. هو ده الفرق الجوهري اللي موجود ما بين المكنه المستطيله والمكنه المستديره. لكن بعد كده انا بطبق كل قوانين اللي انا متعوده عليها، بجيب الاجور زي ما انا متعوده في المكنه المستطيله، وبعد كده بجيب ثمن البيع بعد اضافه الربح. طبعا المكنه المستديره من الاجزاء المهمه عندنا في المنهج، وبصراحه منهج المقايسات عندنا يعتبر من المناهج المهمه، واللي كل جزئيه منه بتيجي منها سؤال. يعني مفيش حاجه اسمها باب مهم هيجي منه وباب مهم مش هيجي منه، لا. احنا عندنا ماده المقايسات
ممكن تبقى مسألة واحدة شاملة أكتر من باب. يبقى احنا نركز كويس قوي في البوابة بتاعتنا، لأن لو حليناها كويس مش هيخرج عنها الامتحان. طيب نكمل مع بعض ونشوف مسألة تانية. تمرين واحد صفحة 98. طبعا انا قلت ان انا بقول الرقم عشان نرجع له في الكتاب. بيقول لي مكنة تريكو مستديرة سرعتها 40 سطر لكل دقيقة. ناخد بالنا هنا مدين السرعة بايه؟ بالدقيقة. المسألة اللي فاتت كان مديها لي بالساعة. مثبت بها 700 ابرة، مديني هنا عدد الابر 700، وبها 8 مغذيات. مشوار الابرة 5 من 10، وعدد اسطر السنتي 8، وعدد ساعات العمل 8، والخيط المستخدم 28 على 2 ورستد، سعر الرطل منه 12 جنيه. طول البلوزة الواحدة 160 سنتي. أول ما نلاقي كلمة طول البلوزة نعرف على طول إن أنا عشان أجيب عدد القطع يبقى أنا أكيد هستخدم طول. زي بالظبط لما المسألة اللي فاتت لقينا موجود عندي وزن، قلت إن أنا هستخدم قانون الوزن عشان أجيب عدد القطع. نكمل مع بعض المسألة. قال لي الأجور، إيه هي الأجور اللي قال لي عليها بقى؟ قال لي أجرة التدوير 1 جنيه للرطل. أجرة التدوير 1 جنيه للرطل. أجرة التشغيل 150 قرش للمتر، يبقى كل متر عليه 150 قرش. طبعا احنا ما بنشتغلش بالقرش فهنضطر ان احنا نقسم على 100. أجرة التفصيل للبلوزة 3 جنيه. أجرة تفصيل البلوزة 3 جنيه. طبعا أنا ما عنديش عدد بلوزات هضطر ان أنا أجيبها. طالب مني أول حاجة إيه؟ طول القماش الناتج وعدد البلوزات. طول القماش الناتج وعدد البلوزات. رقم 2 وزن الخيط بالرطل بعد إضافة استهلاك 5%. طبعا لازم يبقى في استهلاك، مش هو قال لي وزن خيط وتمنه، يعني أنا بعد ما أجيب الوزن هجيب له كمان إيه؟ التمن. طالب مني تالت حاجة أجور العمال وثمن بيع البلوزة بعد إضافة 200 جنيه مصاريف. قال لي نسبة الأرباح عندي كام؟ 20%. نكمل مع بعض ونبدأ حل المسألة بتاعتي. أول حاجة هو عايز عدد الأمتار المنتجة يوميا، يبقى طبيعي إن أنا هطبق إيه؟ قانون الإنتاج اليومي بالمتر، اللي هو زي المكنة المستطيلة بالظبط بس ضفنا له إيه؟ عدد المغذيات. طبعا لو في ورديات بضرب في عدد الورديات، لو في عدد ماكينات بضرب في عدد الماكينات، بس دايما في المكنه المستديره ما بيجيبليش ولا ورديات ولا عدد ماكينات. طيب القانون بيقول لي ايه؟ السرعه لكل دقيقه في 60 في عدد ساعات العمل في عدد المغذيات على عدد اسطر السنتي في 100. طيب يبقى الانتاج اليومي بالمتر، هنشيل كل كلمه ونحط رقم. هو هنا مديني في المساله السرعه بالدقيقه 40، يبقى 40 في 60، عدد ساعات العمل 8، عدد المغذيات، وقال لي ما جابليش سيره ان في حاجه شغاله وحاجه غير شغاله، يبقى بعتبر ان كلهم شغالين، يبقى في 8 على عدد اسطر السنتي 8 في 100. يبقى الانتاج اليومي بالمتر 192 متر. طلب مني في المطلوب الاولاني الانتاج اليومي بالمتر. انا كده طلعت الانتاج اليومي. ونكمل مع بعض المساله بتاعتنا. عايز عدد البلوزات. طيب احنا اتفقنا ان عدد البلوزات ده ليه قانون، يا اما وزن كلي على وزن بلوزه يا اما طول كلي على طول بلوزه. اول ما قرينا المساله وقال لي ان هو طول البلوزه 160 سنتي، عرفت على طول ان انا هستخدم الطول الكلي على طول البلوزه. طب الطول الكلي عندي 192 متر والبلوزه 160 سنتي، ينفعوا يتقسموا على بعض؟ يعني يبقى اللي فوق متر واللي تحت سنتي ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. عشان كده حولنا ال 160 سنتي دول ل 1.6 عشان يبقى بالمتر. يبقى ال 192 متر على 1.6 متر اللي هو طول البلوزه طلع لي 120 بلوزه، يبقى انا عندي هنا عدد القطع 120 بلوزه. طيب بعد كده طالب مني وزن الخيط بالرطل وثمنه. هطبق القانون بتاعي اللي هو بيقول لي ايه؟ عدد الابر الشغاله في طول الغرزه في عدد اسطر السنتي في طول القماش بالسنتي. انا خدت القانون ده دلوقتي لان انا عندي طول القماش على 100 في 35 على 32 عشان احول المتر الياردة في نمرة الخيط في الطول الثابت. ونكمل مع بعض، هنشيل كل كلمة في القانون عندي واحط رقمها. يبقى عدد الابر الشغالة شلناها وحطينا 700 ابرة لان هو مديني عدد الابر الشغالة 700. طول الغرزة 5 من 10، عدد اسطر السنتي بتاعتي 8،
طول القماش بالسنتي 192، بس ده بالمتر، فهضربه في 100 على 100 عشان احول المتر في 35 على 32، وعندي استهلاك 5%، يبقى في 105 على 100 طلع لي 78.75 من 100 رطل، يبقى انا كده جبت الوزن بالرطل. طيب نفتكر بقى مع بعض كده خطوات حل المسألة من بدايتها كانت ايه. كان عبارة مديني مكنة مستديرة سرعتها 40 سطر لكل دقيقة، عدد ساعات العمل بتاعتها 8، عدد المغذيات 8، عدد أسطر السنتي 8، طول غرزة 5 من 10 سنتي، وكان طالب مني الانتاج اليومي بالمتر. طبيعي الانتاج اليومي بالمتر هطبق له قانون السرعة اللي هو بيقول لي ايه، السرعة لكل دقيقة في 60 في عدد ساعات العمل في عدد المغذيات لان دي مكنة مستديرة على عدد أسطر السنتي في 100. شلت كل كلمة وحطيت رقمها طلع لي 192 متر، يبقى انا كده جبت له الانتاج اليومي بالمتر. عايز كمان عدد البلوزات المنتجة يوميا. طب انا عندي عشان اجيب عدد البلوزات محتاجة قانون من 2، يا اما الوزن الكلي على وزن البلوزة يا اما الطول الكلي على طول البلوزة. وقلت ان احنا بختار القانون على حسب المعطيات اللي هو مدهني. لقيته في المسألة هنا اداني ايه؟ اداني طول البلوزة، مع ان المسألة اللي فاتت كان مديني وزن البلوزة. يبقى احنا هنا اتدربنا على حاجتين، ازاي اجيب عدد البلوزات في حالة الطول، وازاي اجيب عدد البلوزات في حالة الوزن. وطبعا ان جت في الامتحان لازم هتجيلي واحدة من الاتنين. طيب جبنا بعد كده عشان نجيب عدد البلوزات قلت الطول الكلي على طول البلوزة، بس انا عندي الطول الكلي 192 متر، طول البلوزة الواحدة 160 سنتي، واحنا متفقين لازم فوق يبقى زي اللي تحت، يبقى انا لازم السنتي بتاعي يبقى بالمتر. فقلت 192 على 1.6 من 10، حولت ال 160 قسمتها على 100 عشان تبقى بالمتر، وطلعت عدد البلوزات تمام طلعت لي 120 بلوزة. بعد كده طلب مني الوزن بالرطل، كتبت قانون الوزن بالرطل عادي خالص، بس حطيت فيه ايه، عدد الإبر الشغالة، يعني هو نفس قانون الوزن بس شلت العرض في 2 على 5 في الجوج في عدد الأول، وحطيت عدد الإبر الشغالة وكملت بقية البيانات تمام. جبت كده الوزن بالرطل بتاعي، ما ننساش نضيف الاستهلاك عشان ده وزن خيط. بعد ما جبت الوزن بالرطل اول خطوه عندي هجيب له الثمن، يبقى ضربت الوزن بتاعي او الكميه بتاعتي في ثمن الرطل وطلعت الثمن بتاعي اللي هو 945 اللي هو رقم 1. طيب نكمل مع بعض، يبقى انا كده جبت اول حاجه اللي هو ايه، وزن الخيط وثمنه. طيب قال لي اجره التدوير، قال لي اجره التدوير 1 جنيه للرطل. طب انا عندي كام رطل؟ عندي 78.75 من 100، هضربها في 1 طبعا هتطلع لي نفس الرقم بالجنيه، ودي كده هتبقى رقم 2. ليه رقم 2؟ عشان احنا اتفقنا ان كل حاجه لازم ارقمها. طيب اجره التشغيل بالمتر، عندي اجره التشغيل قال لي ايه؟ قال لي 150 قرش للمتر. طب انا عندي كام متر؟ عندي 192، بس انا ما بشتغلش بالقرش، بشتغل بالجنيه، عشان كده قسمت على 100. طلعت لي 288 جنيه، ودي رقم 3. أجرة التفصيل مدهاني بالقطعة، قال لي القطعة 3 جنيه. طب أنا عندي كام قطعة؟ عندي 120 قطعة. تمام. طيب أنا في الحالة دي بقول له أجرة التفصيل هتساوي 120 في 3 ب 360 جنيه، ودي هتبقى رقم 4. نزلت كمان المصاريف بتاعتي اللي هي 200 جنيه اللي هي رقم 5. يبقى أنا عندي كده ابدا عشان اجيب جمله التكاليف، هبدا اجمع الخمس حاجات اللي انا حطيتهم من اول: تمن الخيط، اجره التدوير، اجره التشغيل، واجره التفصيل، وكمان المصاريف الاداريه بتاعتي. طلعت 1871.75 من 100 جنيه. هو هنا ما قاليش عايز تكلفه، وما قاليش عايز تمن البيع البلوزه بمبلغ، ده هو ايه اللي عايز بنسبه ربح، يعني عايزنا اضيف نسبه ربح بس. يبقى انا هقول له ايه، جمله التكاليف بتاعتي في نسبه الربح بتاعتي في زائد 100 على 100 في عدد القطع، يبقى انا كده جبت ثمن بيع القطعه بعد اضافه الارباح. حطيت جمله التكاليف بتاعتي اللي احنا طلعناها ضربتها في 120 على 100 عشان قال لي نسبه الربح 20% على عدد القطع اللي هي 120، وضربت في 100 اللي هي النسبه المئويه للربح، طلعت ثمن بيع البلوزه 18.7 من 10. يبقى أنا كده جبت تمن بيع البلوزة بعد إضافة نسبة ربح مقدارها 20%. يبقى احنا كده تقريبا خلصنا المكنة المستديرة بتاعتنا، علشان خاطر عندي
هي زي المكنه المستطيله بالظبط لو احنا اخدنا بالنا ان هي مش فارقه كتير. وهنبدا باب جديد عندي، الباب ده مهم جدا، يعني حطي تحت مهم دي 4 شرط. هتقولي طب ما انت كده يا مس يعني ما فيش ولا باب قلت عليه مش مهم، لان دي فعلا حقيقه، كل الابواب عندي في المقايسات مهمه جدا، وهتلاقوا في الامتحان بيبقى شامل كل الابواب بتاعتي من اول كلمه خدناها مع بدايه الدراسه ومع اخر كلمه خدناها في الاونلاين مع بعض. يبقى احنا معنى كده ان المنهج بتاعنا كله مهم جدا، ما ينفعش اقول الجزئيه دي مهمه والجزئيه دي مش مهمه. عندي بقى تكاليف الانتاج للتطريز، ده يعتبر باب كامل على بعضه. طبعا احنا خدنا في الورش عندنا في الجزء العملي ازاي تطرزي مفارش. مفارش ايه؟ مفارش سفره، مفارش سرير، ملايات، مخدات، قدديات، كمان ازاي اطرز شنط، اعمل شنط بالقماش واطرزها، الستاير بتاعتنا اللي موجوده عندنا في البيت ام برقع ازاي اطرزها، عندنا كمان ازاي مرايل المطبخ، فوط الشاي ازاي اطرزها، كمان لو في بادجات مدارس بتتفق على بادجات، ايا كان المنتج اللي انا بشتغل او اللي انا بطرزه وبجيب له جمله التكاليف زي ما احنا متعودين خالص في اجورنا كلها. لكن عندي اهم حاجه انا بحدد المقاسات والرسمه. يبقى احنا اتفقنا ان كل باب فيه تكه صغيره. ايه هي التكات اللي عندي كده نسترجعها؟ التكات للمكنه المستطيله مثلا، ان انا ممكن يجيب لي مش وزن براتل، ممكن يجيب لي وزن بكيلو، يبقى انا عندي يا اما قطن وكتان وحرير يعني خامات طبيعيه، يا اما وزن متري يعني هيبقى بالكيلو جرام، يا اما تكس ودينير يعني بالكيلو جرام، وده 1000 وده 9000. عندي المكنه المستديره، شلنا العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه، حطينا عدد الابر الشغاله وضفنا عدد المغذيه. طيب ايه التكات بقى بتاعت الباب ده؟ التكات دي حسب الرسمه. يبقى انا لو رسمت صح، لو انا جبت كميه القماش صح، انا همشي المساله كلها تمام التمام. طبعا المساله دي بقى عليها مش اقل من 20 درجه، يبقى انا لازم ابقى مركزه كويس قوي. طيب عشان نبقى مركزين وكويس قوي شغالين مع بعض، عايزين لها خطوات. يكون احسن، عشان لو جه قال لي اعملي مقايسه وجدي تمن بيع الطقم، او لو قال لي خطوات يبقى انا عارفه انا همشي ازاي، لاني اكيد في خطوه بتيجي قبل خطوه، يبقى انا لازم ابقى مركزه في خطواتي. وزي ما احنا خدنا خطوات قبل كده في تكاليف الانتاج على الماكينات المستطيله، انا محضره لكم النهارده خطوات للتطريز هنمشي عليها واحده واحده، وهنعمل الرسمه مع بعض، وهتلاقي بعد كده الدنيا سهله معانا. طب نبدا مع بعض كده ونشوف الدنيا فيها ايه. دي خطوات الحل عندي لتكاليف الانتاج على التطريز. ايه هي بقى اول خطوه؟ اول حاجه بجيب المقاسات بعد الزياده. ايه المقاسات بعد الزياده؟ لان هو دايما يديني المقاس ويقول لي ضيف 2.5 جانب مثلا نظير الخياطه، يعني انا هاتني الملايه او هاتني الستاره او هاتني المخده او الخدديه، يبقى دي اسمها المقاسات بعد الزياده. ممكن على فكره يجيب لك مساله ويقول لي المقاسات شامله الخياطه، يبقى انا في الحاله دي ما بضيفش زياده. تاني حاجه عندي ودي اهم حاجه هي الرسمه، لان الرسمه دي اولا بيبقى عليها درجه في الامتحان، ثانيا هي اللي انا بحدد منها كميه القماش. يبقى انا عشان اعمل كميه او لازم افصل او اطرز كميه من الاطقم لازم ابقى عامله الرسمه، عشان الرسمه دي اللي بتحدد لي كميه القماش للطقم الواحد. رقم 3 كميه القماش وثمنه، رقم 4 عدد البكر وثمنه. عدد البكر وثمنه دي سهله، وكمان الاجور سهله لانها تبقى زي المكنه المستطيله والمستديره اللي احنا خدناها قبل كده. وعندي بعد كده لجمله التكاليف وثمن بيع الطقم بعد اضافه الارباح، ودي زي ما احنا متفقنا عليها قبل كده. طب نكمل مع بعض ونبدا اول تمرين مع بعض. التمرين رقم 1 صفحه 105. بيقول لي التمرين ايه؟ طلب من مصنع تطريز تنفيذ ايه؟ 180 طقم سفره، 180 طقم سفره، عرض القماش 250 سنتي، يعني القماش اللي انا هستخدمه عشان اعمل منه اطقم السفره دي عرضه كام؟ 250 سنتي. سعر المتر منه 12 جنيه، يبقى المتر هنروح نشتريه المتر بكام؟ ب 12. الطقم بيتكون من 1 مفرش، الواحد مفرش ده مقاسه قد ايه؟ 190 سنتي في 240 سنتي، وكمان 10 فوط. ال 10 فوط دول كل فوطه منهم مقاسها قد ايه؟ مقاسها 45 سنتي في 45 سنتي. قال لي يضاف 5 سنتي من كل جانب، لمين؟ للمفرش. طب وللفوط؟ الفوط هنضيف قد ايه؟
قال لي 2.5 سم للفوطة يحتاج الطقم إلى 8 بكرات للتطريز، سعر البكرة 130 قرش وعدد 2 بكرة حياكة، يبقى احنا كل طقم عندي هخيطه ببكرتين حياكة، تمن البكرة الحياكة كام؟ 120 قرش، أجرة التفصيل 10 جنيه للطقم، أجرة التطريز 16 جنيه للطقم، وعندي أرباح 20%، طالب مني إيجاد ثمن بيع الطقم. طب ناخد فكرة كده عن المسألة تاني، يبقى المسألة دي عبارة عن مطلوب مني تنفيذ كمية من اللطقم بتاعة المفارش. أطقم المفارش دي عبارة عن إيه؟ مفرش سفرة، مفرش السفرة مدين العرض بتاعه والطول، وعبارة عن إيه كمان؟ عايزة معاه 10 فوط. تمام، طيب مديني نوع القماش؟ اه مديني نوع القماش اللي انا هستخدم منه، مديني قماش عرضه 250 سنتي. وقال لي كمان في زياده للخياطات، ايه زياده الخياطات دي؟ ما هو طبيعي انا بتني المفرش قدامي، انا بتنيه من الجوانب. طيب بتنيه من الجوانب المفرش قد ايه؟ 5 سنتي. طب والفوطه هتني منها قد ايه؟ 2.5 سنتي. وبعد كده قال لي كل طقم محتاج 8 بكرات تطريز. ومديني 8، يبقى انا هجيب عدد بكر التطريز وتمنه. قال لي بعد كده كل طقم محتاج بكرتين حياكه، يبقى انا هجيب عدد بكر الحياكه برضو وتمنه. وبعد كده مديني اجره تفصيل، اجره تطريز، اجره كي وتغليف، دي ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لي عشان متعوده عليها في الاجور قبل كده. يبقى انا عندي التكه بتاعه مساله التطريز هي المقاسات والرسمه وكميه القماش. لو انا عديت من الثلاثه دول وعملتهم صح انا ضمنت ال 20 درجه بتوع المساله دول في جيبي. تمام، يبقى احنا لازم اول خطوه عندنا هنجيب ايه؟ احنا قلنا المقاسات بعد الزياده. المقاسات بعد الزياده، قال المفرش 5 سنتي والفوطه 2.5. طب نكمل مع بعض كده بقيه حل المساله. اول حاجه هي المقاسات بعد الزياده، عندي كان مقاس المفرش 190 سنتي في 240، 190 سنتي في 240، قال لي هيضاف 5 سنتي من كل جانب، يبقى ال 190 زائد 5 زائد 5 لان انا عندي جنبين، وال 240 زائد 5 زائد 5 عشان عندي الجنبين التانيين، يبقى دول كده الاربع جوانب بتوعي، يبقى كده مقاس المفرش بتاعي بقى مقاسه كام؟ 200 في 250 او 250 في 200. ده انا عايزه منه مفرش. طب الفوط بقى، الفوط هنا لو احنا بصينا كده على مقاسات الفوط، قال لي الفوطه 45 سنتي وعندي 2.5 من كل جانب وانا عندي اربع جوانب، يبقى 2.5 زائد 2.5 هتبقى 50، وال 45 الثانيه 2.5 و2.5 بقت 50. يبقى دي الخطوه الاولانيه هي المقاسات بعد الزياده، واللي ممكن في مساله يجي يقول لي المقاسات شامله الزياده. طيب اول حاجه بعمل خط بالمسطره عشان ارسم بقى عشان اجيب كميه القماش. بعمل خط بالمسطره كده واكتب عليه عرض القماش بتاعي، عرض القماش اللي انا هشتريه. قال لي هنا عرض القماش كام؟ 250 سنتي. طيب اجي هنا افرد الطوب قدامي عشان اقدر احدد الرسمه بتاعتي. طب انا عندي هنا المفرش مقاسه كام؟ 250، وادي ال 250 اتبقى لي مين؟ اتبقى لي ال 200، يبقى من الجنب هنا كاني فردت طوب القماش وحددت ال 200 سنتي اللي انا عايزاه. طيب عايزه اعمل الفوط، طبعا بقفل خط ويبقى انا كده هنا المساحه الفاضيه اللي قدامي ديت هي المفرش. طب الفوط بقى قال لي مقاسها كام بعد الزياده؟ 50 في 50. طب هي ال 250 دي اللي هي عرض القماش لو انا قسمتها على ال 50 هيبقى فيها كام؟ فيها الخمسه. حطيت هنا تحت 5 فوط، كل واحده مقاسها كام؟ 50 في 50. طب ده انا عايزه 10، يبقى هعمل تحتهم 5 تانيين، يبقى انا كده رقمت الخمس فوط اللي فوق والخمس فوط اللي تحت، وكل واحده منهم مقاسها 50 في 50. طب نجمع بقى اللي في الجنب ده كده، يبقى دي كده كميه القماش للطقم الواحد، نجمعها مع بعض، دي كانت 200 لان انا عندي المفرش 250 في 200، ودي كانت 50 عشان انا طول الفوطه 50، ودي ال 50 الثانيه عشان الخمس فوط التانيين. يبقى ناخد بالنا ان احنا لازم احط الارقام دي صح عشان لو حطيتها اي رقم عندي غلط طلع لي كميه القماش. يبقى انا عندي هنا كميه القماش بتاعتي هتبقى 200 زائد 50 زائد 50، يبقى طول القماش للطقم الواحد 200
زائد 50 زائد 50 يبقى 300 سنتي. طب ده للطقم الواحد. طب انا عندي كام طقم؟ عندي 180 طقم. طب الطقم الواحد عايز 300 سنتي، طب واحنا بنروح نشتري بالسنتي؟ لا طبعا، انا بشتري بالمتر، هو مديني الثمن بالمتر. يبقى ال 300 سنتي دول هضربهم في 180 طقم واقسمهم على 100. ليه قسمتهم على 100 هنا؟ عشان انا عندي ال 300 دي بالسنتي، فقسمت على 100 علشان يطلع لي الطول يبقى بالمتر، يبقى 540 متر. يبقى انا كده جبت كميه القماش للطقم كلها بالمتر 540 متر. يبقى نسترجع مع بعض كده خطوات حل المساله بتاعتنا تاني. احنا بداناها بايه؟ اول حاجه في مسائل التطريز لازم اجيب المقاسات بعد الزياده. المقاسات بعد الزياده باخد المقاسات اللي هو الدهاني وابدا اضيف عليها الزياده اللي هو قال لي عليها. قال لي المفرش 5 سنتي، ضفت 5 سنتي من كل جانب. طب انا عندي المفرش ليه كام جانب؟ ليه 4 جوانب، 2 في العرض و2 في الطول. ضفت 5 زائد 5 في العرض و5 زائد 5 في الطول. وبعد كده جبت مقاس الفوط وجمعتهم مع بعض، يبقى انا كده جبت طول القماش للطقم الواحد. وابدا بقى اشتغل بعد كده، هجيب طول القماش للطقم كلها طلعتها 540 متر، وابدا من هنا احسب كل جنيه يتصرف. طيب اول حاجه طلعت 540 متر، طب هو المتر قال لي بكام في المساله؟ قال لي ب 12 جنيه. يبقى 540 في 12 طلعتها 6480 جنيه، ودي بالنسبه لي كانت رقم واحد. ليه رقم واحد؟ ليه ما رقمتش اللي قبلها؟ لان احنا اتفقنا ان كل رقم بالجنيه يطلع لي في المساله برقمه عشان يبقى عندي القدره ان انا اجمع بعد كده. طيب بعد كده عايزين نجيب عدد البقر. طب هو قال لي الطقم الواحد محتاج 8 بقرات تطريز، يبقى انا هقول له عدد بقر التطريز. انا عندي كام طقم؟ عندي 180، والطقم الواحد محتاج كام بقره؟ محتاج 8. يبقى 8 في 180 ب 1440 بقره. يبقى انا كده جبت عدد بقر التطريز. طب ما انا المفروض هجيب له الثمن، يبقى انا بجيب في الخطوات بتاعتي عدد بقر كل نوع وتمنها. يعني هو ممكن يديني اكتر من نوع؟ اه طبعا، ممكن يديني لون اول، لون تاني، لون تالت. يبقى انا بجيب عدد بقر اللون الاول وتمنه، عدد بقر اللون التاني وتمنه، عدد بقر اللون التالت وتمنه، عدد بقر حياكة بجيبه واجيب تمنه. وبعد كده بكمل الاجور، اجور التفصيل، اجور التطريز، وبعد كده بعمل جملة التكاليف. طيب يبقى احنا عندنا جبنا هنا عدد بقر التطريز اللي هو قال لي 8 بقرات لكل طقم، ضربت 8 في 180 عشان عندي 180 طقم، جبت عدد بقر التطريز. طيب هنا نبص مع بعض، قال لي بقى البقره بكام؟ قال لي ب 130 قرش. طيب انا ما بشتغلش بالقرش، انا بشتغل بالجنيه، فقلت 1440 في 130 على 100. ليه على 100؟ عشان اللي يطلع يبقى بالجنيه. قسمتهم على بعض وطلعت 1872 جنيه، ودي كده هتبقى رقم 2 عندي. طيب نكمل مع بعض ونشوف رقم 3 هتكون ايه. طيب بعد كده عايزين نجيب عدد بقر الحياكه. قال لي كل طقم محتاج بقرتين حياكه. طب انا عندي كام طقم؟ عندي 180، يبقى 2 في 180 يبقى انا عايزه 360 بقر. طب بقره الحياكه قال لي بكام؟ قال لي ب 120 قرش. يبقى 360 هضربها في 120 واقسم على 100 عشان تبقى بالجنيه، هتطلع لي 432 جنيه، ودي هتبقى رقم 3 عندي. يبقى رقم 1 جبت ثمن القماش، رقم 2 جبت بكر التطريز وتمنه، ورقم 3 كان بكر الحياكه وتمنه. بعد كده قال لي تفصيل الطقم 10 جنيه. نرجع بقى للاجور العاديه، اجره التفصيل. قال لي 10 جنيه للطقم، طب انا عندي كام طقم؟ عندي 180، يبقى 180 في 10 ب 1800 جنيه، ودي رقم 4. قال لي تطريز الطقم 16 جنيه، طب انا عندي كام طقم؟ عندي 180، يبقى 180 في 16 2880 جنيه، ودي رقم 5. ما قاليش عندك مصاريف، يبقى انا بعمل ايه؟ جمله التكاليف. جمله التكاليف دي هجمع من اول رقم 1. جمعت 6480 ثمن القماش و 1872 دي اجره البقر التطريز، 432 أجرة أو تمن بقر الحياكة، وال 1800 أجرة التطريز، وال 2800 جمعناها، يبقى احنا كده جبنا جملة التكاليف.
طب عشان اجيب بقى ثمن البيع، انا عندي نسبة الربح كام؟ عندي نسبة الربح 20%. يبقى انا عندي ثمن بيع الطقم بعد اضافة الارباح هتساوي جملة التكاليف في 120، وبقسم على 180 اللي هي عدد لوت ام في 100، يبقى انا كده طلعت ثمن بيع الطقم. طيب ناخد مثال تاني. ده مثال اتنين، انا قلت بس اعرض مثال تاني عشان خاطر الرسمة بتاعته هتبقى مختلفة، بس لو احنا فهمناها هنلاقي نفسنا سهله بالنسبه لنا. طلب من احد مصانع التطريز او احد الفنادق تطريز 200 طقم سرير بيتكون من ملايه مقاسها 236 في 236، 2 مخده 156 في 76، و2 خدديه مقاس 76 و76. يبقى الطقم بتاعي بيتكون من ملايه، 2 مخده، 2 خدديه. قال لي يضاف 2 سم من كل جانب، طبعا اللي هي مقدار الخياطه. القماش المستخدم عندي ايه؟ عرضه ايه؟ 240 سم، ثمن المتر منه 20 جنيه. طب نسترجع بقى كده الخطوات بتاعتنا، أول حاجة هي ايه؟ أيوه برافو عليكم، هي المقاسات بعد الزيادة. يبقى ال 236 في 236 دي هجمع عليها 2 زائد 2 في الطول و2 زائد 2 في العرض، طلع لي مقاس الملاية بتاعتي هيبقى 240 في 240. طيب نمسك المخدة، المخدة قال لي 156 في 76، هضيف لها برضو 2 و2 من الطول و2 و2 من العرض، هتطلع 160 في 80. عايز بعد كده 2 خددية اللي هي 76 سنتي في 76، هنضيف لها 2 برضو و2، يبقى أنا كده طلعتها 80 سنتي. يبقى أنا كده مقاس الملاية 240 في 240، مقاس المخدة 160 في 80، مقاس الخددية 80 في 80. وادي الرسمه بتاعتنا. اول حاجه عندي برضو بحط عرض القماش بتاعي اللي هو قال لي 240، طلعت عندي اهي ادي 240 اولانيه، نفس عرض القماش، اتبقت لي ال 240 الثانيه حطيتها في الجنب، ويبقى انا كده جبت الملايه للسرير. طب عايزه 2 مخده، هقسم 240 على ال 80، طلعت لي فيها الثلاثه. الثلاثه دول عباره عن ايه؟ 2 مخده وواحدة خدادية بس مقسومة 2، لأن أنا عندي هنا خدادية فوق وخدادية تحت، عشان كل واحدة من دول مقاسها 80 والمخدة دي كلها مقاسها 160. يبقى أنا خدت 2 مخدة مقاسهم 80 في 160، وال 160 دول قسمتهم عشان تبقى خدادية 1 وخدادية 2. كمية القماشة عندي بقى تبقى إيه؟ عندي هنا بالعرض أهو 240، وعندي 80 و80. نكمل مع بعض اهي، عندي العرض 240، عند عرض القماش، لكن هنا الطول 240، وهنا 80، وهنا 80. يبقى انا عندي كميه القماش بتاعتي اهي طلعت لي 240، ده للطقم الواحد. طب انا عايزه بقى كم طقم؟ ال 200 طقم بتوعي، ايوه، يبقى 400 في 200 على 100، عشان انا بشتري بالمتر مش بشتري بالسنتي. طيب طبيعي بعد بقى ما جبت تمن القماش، الاجور بتاع القماش بتاعي، هبدا اجيب الاجور بقى، اجيب تمن القماش، الاجور بتاعتي، اجره التفصيل، اجره التطريز، عادي خالص. يبقى انا المساله عندي بتبقى او بدايتها اول حاجه عندي ان انا اجيب المقاسات بعد الزياده، وبعد ما بجيب المقاسات بعد الزياده ببدا اجيب الرسمه، من الرسمه دي بطلع كميه القماش. يبقى انا عندي هنا كميه القماش هي بتبقى الاساس عندي، جبتها منين؟ عن طريق الرسمه. بعد ما بجيب كميه القماش ببدا اجيب له الثمن وخلاص، وبعد كده ببدا اشتغل مساله عادي، بجيب عدد بكر تطريز وثمنه، عدد بكر حياكه وثمنه، اجره تطريز، اجره تفصيل، ولو عندي مصاريف بضيفها، وبعد كده بجيب جمله التكاليف وثمن البيع. طب نشوف تمرين تاني وهسيب لكم كده تحلوه. على فكره التمرين ده برده عندنا موجود في الكتاب، يا ريت تبعتوا لي الحل بتاعي على الصفحه ونشوف اذا كان اللي انتوا عملتوه صح ولا غلط. التمرين ده بيقول لي ايه؟ التمرين ده رقم 3 صفحة 111، بيقول لي طلب من احد العملاء عمل 100 ستارة شباك من نوعين. يبقى انا عندي كام نوع من الستارة؟ نوعين. بيقول لي النوع الاول سميك لعمل البرقع والجوانب، عرضه كام؟ عرضه 120 سنتي، وثمن المتر 25 جنيه. يبقى النوع الاولاني له عرض هو كام؟ 120 سنتي، وثمن المتر منه كام؟ 25 جنيه، ويصنع منه 3 قطع،
ايه هما الثلاث قطع بتوعي؟ يعني النوع الاولاني انا هستخدم منه ثلاث قطع، ايه هما الثلاث قطع؟ قال لي اول حاجه برقع، البرقع ده مقاسه قد ايه؟ 260 سنتي في 40 سنتي، واتنين جانب مقاسه 62 سنتي في 40 سنتي، ده كده الاتنين جانب بتوعي. طالب مني بعد كده مديني بقى نوع تاني من القماش. طب نقف بقى عند النوع الاولاني الاول. النوع الاولاني ده اللي هي القماشه السميكه بتاعتي اللي انا هعمل منها البرقع والجوانب، البرقع والجوانب. قال لي عرضه كام؟ عرضه 120 سنتي، وثمن المتر منه كام؟ 25 جنيه. وهنعمل منه قد ايه؟ هنعمل منه 3 قطع، واحد برقع مقاسه 260 سنتي في 40 سنتي، واتنين جانب مقاسه 260 سنتي في 40 سنتي. يبقى انا هعمل النوع الاولاني رسمه. هعمل النوع الاولاني رسمه ليه؟ لان ليه عرض وهبدا اجيب له كميه القماش. طب النوع التاني بقى بيقول لي النوع التاني ده شفاف، اللي هي الستاره المركزيه الشفافه اللي بتبقى من ورا. عرضها كام القماش دوت؟ عرضه 260 سنتي، سعر المتر منه 20 جنيه، وهيصنع منه ستاره، ستاره واحده بس، مساحتها كام؟ 260 في 390 سنتي. قال لي هنا المقاسات شاملة الخياطة، يبقى احنا هنا في المسألة دي هحتاج ان انا اعمل رسمتين. ليه هحتاج اعمل رسمتين؟ عشان انا عندي نوعين من القماش. النوع الاولاني هعمل منه الجوانب بتاعتي والبرقع، والنوع التاني هعمل منه الستارة المركزيت. في الحالة دي يبقى النوع الاولاني له تمن والنوع التاني له تمن. يبقى من الرسمة هبدأ أحدد كمية القماش للنوع الأول، كمية القماش للنوع الثاني، تمن النوع الأول وتمن النوع الثاني، وبعد كده أبدأ أعمل إيه؟ أبدأ أجيب الأجور. سواء كانت عندي عدد بكر تطريز بجيب عدد بكر وتمنه، عدد بكر حياكة وتمنه، أجرة تفصيل، أجرة تطريز، أجرة كي وتغليف، وبعد كده بجيب جملة التكاليف. يبقى التكة بتاعت الجزء التطريز بتاعي اللي هو الباب المهم عندي جدا هو في ايجاد ايه؟ ايجاد كمية القماش اللي انا بجيبها عن طريق الرسم. بكده يبقى احنا نهينا حلقتنا، والحمد لله قدرت ان احنا نغطي منهج المقايسات تقريبا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا معايا، وعايزاكم باستمرار تتواصلوا معايا على اليوتيوب او الفيس على قناة النيل التعليمية، وابدأوا قولوا لي اسئلتكم واقتراحاتكم، ولو في اي جزئيات مش مفهومه بالنسبه لكم ان شاء الله انا جاهزه للرد عليها معاكم. اتمنى لكم النجاح واشوفكم على خير في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.